جوزك عايز يشرب شوربه سي فود، احنا عايزين نشرب شوربه سي فود زيها زي بتاعه المطاعم، هخليكي تعمليها احسن من بتاعه المطاعم، وبعد كده ما ياكلهاش ولا يشربها غير من ايدك، مع تشكيله سي فود كابوريا، بلح البحر، عندنا جمبري، عندنا كاليماريا، عندنا سمك فيليه، عندنا جندفلي. هو ده المكون بتاعنا، هنطلع منه شوربه سي فود. معانا النهارده هنعمل شوربه السي فود، خلونا نبدا بيها. مقاديرها على الشاشه، انت وشطارتك بقى. اهم حاجه قشريات، رخويات، اسماك في قلب الشوربه. معانا من القشريات جمبري، ومعانا جندفلي، ومعانا كابوريا. معانا من الرخويات شويه كاليماري وسمك فيليه شربيات، طبعا ده سمك. وما تنسوش طبعا الجمبري، منه الجمبري اللحم والجمبري القشري. ما ننساش طبعا بصل وتوم، نشا، حليب، كريمه لباني. اذا تطلب الامر عايزه تعملها صيامي بدون حليب ولا كريمه لباني، انا بحبها كده عشان اخواننا طبعا المسيحيين يعتبر نعملها صيامي، وكمان بتكون صحيه 100%. تعالوا نشتغلها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه هنحط حله على النار، ولازم يكون عندك بوكيه جرنيه. ده ميه بتغلي فيها كرفس وبصل وتوم، والكرفس ملك الشوربه وخاصه مع السي فود. وهعلمك تاخدي طعم الكرفس ازاي من اللي موجود معانا ده كده بطريقه سهله وبسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. عروق الكرفس بنفرمها بالسكينه كده. انا بصنع هنا شويه شوربه قبل ما اشتغل في السي فود. كرفس على اخواننا، على فكره يا اخواننا، بيشيل الزفاره من السي فود بالذات. هناخد العرق ده كده ونحطه في ميه مغليه على النار، دي اول حاجه. هي دي التركايه. هنا بقى ريحه الكرفس مع الشوربه والميه خطيره جدا. مع فص مستكة محترم حلو كده في قلب الميه. تعملي رز صياديه، تعملي شوربة سي فود، تعملي صينية بطاطس، الشوربة دي هي اللي هتدلع لك المسائل كلها. دول فصين مستكة حلوين كده في المية وهي بتغلي. حلو الكلام. معانا من البصل شوية. شفت الأساسيات هنا؟ معانا فص توم ني، ونسيبهم يغلوا على النار لغاية لما نشوف احنا معانا ايه. حلو الكلام لغايه دلوقتي. زي معانا عود روزماري كمان بالمره، لقيته بسكتي، وعود زعتر حلو كده عشان تبقى الدنيا حلوه معانا زي الفل. طيب نفتح الحله دي كده، ودايما في السي فود بتاعنا اذا كان كاليماري او جمبري او سمك فيليه قشر بياض، ايهما بياخد وقت كبير من السوى. وابدا احط ايه الاول في النار؟ ده مهم جدا على فكره، لان ممكن نشرب شوربه السي فود نلاقي الجمبري لسه ما استواش، نلاقي السبيط لسه ما استواش، نلاقي السمك الفيليه اتهرى في قلب الشوربه. فتعالوا مع بعض نفرم الكرفس ده كده مع بعض عشان نخليه على جنب، وده بنضيفه للشوربه بعد ما تطلع من النار. ولكن اهم حاجه خدت عروق الكرفس خليتها تغلي على النار عشان اخد الفليفر والطعم ويبقى لطيف معايا. هنخليهم على جنب كده. حلو. هنجيب بصلايه زي دي كده صغيره، ونفرمها ناعم بالسكينه. حلو. هناخدها كده، ما نكترش بصل كتير على فكره، شوربه السي فود مش بتحب البصل كتير. هي بصلايه صغيره كده في مكعب من الزبده بنحمرها، والبصلة بتسبق الزبدة، يعني بتسبقها في النار بالشكل ده كده اهو، عشان الزبدة لو حطيناها الأول هتسود لي البصلة، وأنا مش عايز أسودها أو أخلي لونها أسمر أو لونها غامق، عشان أنا أحط لها كريمة لباني. أقلب دول كلهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. فص توم حلو بالشكل ده كده، ونقلبهم كده بالراحة. بلاش تحطي زيت في الشوربة. نقلب البصلاية مع التومة في قلب الزبدة. نعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا عود زعتر حلو، بنحطه رايح جاي مع البصلاية والتومة بالشكل ده كده زي ما هو سليم. انا مش عايز اي لون يأثر على لون الكريمة في قلب الشوربة، خلي بالك. فده انا بقلبه شويه وبعدين بشيله من قلب البصله والتومه. في حاله احمرار البصله والتومه بنعمل ايه يا عم الشيف؟
بننزل بالأول حاجة شوية كاليماري زي ده كده. أنا بحب الكاليماري أو السبيت في قلب الشوربة. تقطع مكعبات، تقطع حلقات، تقطيع السي فود في قلب الشوربة ده أنت ورغبتك أو أنت وذوقك. مكعبات صغيرة بتبقى لطيفة وحلوة، ننزل بيها الأول لأن بتاخد وقت كبير في السوى بالشكل ده كده. بقلبها تقليبة واتنين. الله الله على الريحة الحلوة. كتريش، ده مفيش كمون وكزبرة خالص في الشوربة دي، خلي بالك. حذاري تحطي كمون أو كزبرة. أهم حاجة عندي الحلة الجميلة الحلوة دي، بسميها حلة الخير، فيها الخير كله. هو ده السؤال المهم. كمون وكزبرة مع كريمة لباني بريئة منها. مع شوربة السي فود بالذات، أما الصواني والأكل الشرقي للسي فود بيعشق الكمون والكزبرة. الأسرار هنا بقى يا عم الشيف، هناخد الجمبري زي ما هو كده بالقشر بتاعه، شايلين الظهر بتاعه ونرميه بقلب الإيه البصلاية كده. الله، هو ده. ونقلب. ليه حطيت الجمبري بالقشر يا عم الشيف؟ في أطفال بيخافوا من قشر الجمبري، عشان اخد اليود بتاع القشر بتاع الجمبري في قلب طبق الشوربه، وبعدين نقشر الجمبري ده ونزين بيه اطباق الشوربه مع بعض. شفت التقليبه دي مهمه جدا. نجهز الكابوريا. كابوريا الشوربه نشتغل معاها ازاي يا عم الشيف واحنا مع بعض؟ واحده واحده كده. كسروله ازاز. للأمانة أنا عامل النهاردة حفلة شوربة عشان عندنا ضيوف، ودايما شوربة السي فود بتسبق السفرة، وإذا عجبت ضيوفك إيه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ بتوفر عليك حاجات كتيرة أوي. الشوربة زي ما هي، الكابوريا زي ما هي كده، الكفر ده أنا عايزه مش هرميه، هزين بيه الرز الصيادية. شفت بقى المطبخ شغال إزاي؟ زي الحلاوة كده. هناخد الكابوريا زي ما هي كده أهو، الكفر ده عايزه أخليه على جنب، والكابوريا تتغسل يا امي يا ست الكل يا ست الحبايب وهي سليمه. اوعي تقطعي الكابوريا زي ما انا شغال كده وتغسليها، ازعل منك، هتفقدي 80% من طعم الكابوريا. شفت البطروخ الحلو ده؟ مرزه يا مغازي. كابوريا مبطرخه اهيت. حلو حلو. نقلب كده واحنا شغالين. هو ده الكفر بتاع الكابوريا انا عايزه، هحطه هنا في الميه بيغلي. كفر هنا في الميه دي. اخبار البصل ايه؟ ما ياخدناش الوقت مع الجمبري. شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمبري لونه غير ازاي؟ اول ما لونه يغير بننزل بالايه؟ بالميه بتاعتنا، مش ميه من الحنفيه ولا ميه من براد الشاي، هننزل بتصنيع ايدك، الحله اللي على النار اللي بتغلي اللي فيها بصله وتومه وكرفس والكفر بتاع الكابوريا. حلو، وشغالين مع بعض اهو. ادي الكفر كده والكابوريا معانا، ينزل في قلب الميه. جايب كابوريا كتير يا شيف؟ انا بعشق الكابوريا اللي في قلب الشوربه بصراحه، بيبقى طعمها حلو، لحم الكابوريا بيبقى ظاهر قدام عينيا وانا ايه شغال. الكفر هنا ولحم الكابوريا هنا. الكابوريا ما تتغسلش يا شيف بعد ما تفتحها، انا ما بغسلهاش، تتغسل وهي سليمه هنا كده اهو. الشوربه دي عندي مهمه جدا على فكره. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ في تاني كابوريا؟ دور معايا. هو ده كمان، ده هنا بطرحها كلها مرزه. ناخد الكابوريا زي ما هي كده، تنزل على الجمبري. الله عليك يا عم الشيخ. ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ كل القشريات دي مع بعض، احنا ما زلنا شغالين في القشريات مع الرخويات. الرخويات بتاخد وقت كبير في السوى اكتر من القشريات، اذا كان سبيت او كاليماري. واذا في طبعا الاخطبوط مفيش مشكله، بس ما حدش بيحط الاخطبوط في الشوربه كتير لانه سعر غالي شويه. نقلب ولا الاستاكوزا فصيله القشريات. التقليبه دي مهمه جدا. بقى عندي يا عم الشيف شويه جندفلي،
او عرايس بيسموها اخواننا في اسكندريه عرايس او بلح البحر. هنقلب دول كده مع بعض. شفت القشريات صوتها في الحله بيجوع ازاي؟ اهو الله اهو الله، حلو قوي. زي ما احنا شغالين كده دي، تعالي تعملي هنا في تاني كندوف لبره تمام. نقلب كده اهو. اهم حاجه عندي حله الخير. الله ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده. اهو هنعمل ايه دلوقتي؟ بالراحه خالص كده، خلي بالك دي تتصفى كويس واحنا شغالين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مصفى صغيره كده عندك، ودي تحتفظي بيها تكون موجوده عندك، وننزل كده عم مخرجنا. اللهم صل على النبي. الله، عايزاها صيامي ولا بالكريمه؟ الكلام ده يبقى من الاول، لان انا عامل زبده في الاول، محمر البصله والتومه في زبده. لو انا هعملها صيامي بحمرها في معلقه زيت صغيره. صيامي مش هنحط كريمه لباني ولا حليب. هنقلبها كده ونسيبها نبص عليها ونتغازل فيها لان دي صارفين عليها. وخلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. اسرار عمل شوربه السي فود على طريقه المغازي بكل تفاصيلها، هنعملها بالكريمه مع بعض. ومعانا كمان رز صياديه النهارده بطعم تاني. ما تنسوش الكاليماريا المقليه الكريسبي، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.